مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع ألمانية تحدث إلى جانب التعذيب والاستغلال، كورونا يعمق معاناة المهاجرين في اليمن. من عدن الغد أقدم مكتبة في مودية أبين تغلق أبوابها. ومن أخبارنا المنوعة، امرأتان تختلقان قصة اختطافهما للحصول على فدية من زوجيهما. أهلا بكم. فقدت كل شيء، منزلي وكل ما فيه والمواشي وما أملك، أنا دون أكل منذ يومين. المياه التي غمرت منزلي سلبتني حياتي وتركتني شريدا في العراء دون مأوى. بحسرة يتحدث الستيني عباس النهاري من أمام منزله الذي تحول إلى أطلال جراء السيول التي غمرت منطقته في مديرية الجراح جنوبي الحديدة غرب اليمن، وعنوان موقع المشاهد نت: بالقش والطين تحتمي تهامة من السيول. عباس واحد من مئات السكان الذين فقدوا كل شيء جراء السيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في كافة مديريات الحديدة والمستمرة منذ أسبوعين، ولم تشهد الحديدة غزارة في الأمطار مماثلة منذ عقود، وفق ما يرويه مواطنون عايشوا عشرات المواسم من قبل. يفيد الموقع: طمرت عشرات القرى، طمرت وانهارت مئات المنازل ونفقت مئات المواشي، إضافة لجرف هكتارات من الأراضي الزراعية. وقال أحد الأهالي: السيول جرفت البيوت والمواشي والمواد الغذائية، ولازلنا في تهامة نناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون للإخوة المتضررين. يفيد أحد المصورين للموقع: بعض المشاهد لا تستطيع تصويرها لكثرة الألم، ترى أسرا بأكملها مع أطفالهم ونسائهم في العراء ينتظرون من يغيثهم. أعلنت سلطات الحوثيين انهيار عشرات المباني الأثرية بمديرية همدان جراء الأمطار والسيول، وعنوان موقع المصدر أونلاين: صنعاء انهيار 57 مبنى أثريا من أصل 100 في همدان. قال الموقع إن المنازل التي تهدمت تتبع بني بشير، وهي إحدى قرى عزلة قشم ومحاطة بسور ارتفاعه 5 أمتار، يعود بناؤه إلى الدولة اليعفورية التي اتخذت من شبام وكوكبان عاصمة لها خلال الفترة من 847 إلى 997 ميلادية. وفي وقت سابق أعلنت ميليشيا الحوثي عن وفاة 131 شخصا وإصابة 124 في مناطق سيطرتها، وانهيار 111 منزلا في صنعاء القديمة جراء السيول والأمطار. ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية. اليمن تدفع فاتورة التغيير في المنطقة. تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقاله المنشور في موقع بلقيس وجاء في فقراته. من المقادير التاريخية أن اليمن التي تعاني كثيرا من ويلات الحرب تدفع ضريبة باهظة من حياة أبنائها واستقرارها واستقلالها من أجل بناء دولة يمنية اتحادية، باتت إلى جانب ذلك تدفع ثمن التغيير في المملكة وانتقال العرش إلى الجيل الثالث من آل سعود، حيث استغلت الرياض بقيادة الملك سلمان الحرب في اليمن لترتيب ولاية العهد لنجله الأمير محمد بن سلمان، وحتى لا تظهر التناقضات الداخلية وترتفع الأصوات المعارضة خلال ترتيب أوضاع العرش. فقد تم استثمار الصراع في اليمن والخطر الإيراني لإنجاح المهمة، إذ ليس هناك وسيلة أفضل من الشعور بالخطر الخارجي للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية من أي تصدعات محتملة أو منافسات قد تؤثر على وصول الأمير إلى كرسي الحكم. وبينما تستمر الحرب في اليمن دون أفق أو أمل لاستعادة البلد عافيته وتحقيق أهداف التدخل بإعادة الشرعية، فإن التحالف العربي يسعى لتصفية قوى التحول والتغيير في اليمن، وهذه القوى ليست هامشية أو هياكل ورقية، بل هي قوى تستند إلى الواقع الاجتماعي، وظلت طوال العقود الماضية مؤثرة في النظام السياسي، بل لقد تجاوزت سياسات التحالف إلى تهديد بقاء كيان الدولة اليمنية والعمل على تفكيكها.
هناك التقاء وتوافق بين عدد من الدول الإقليمية تجاه البلد رغم تقاطع المصالح بين هذه الأطراف، إلا أن المخاوف والأطماع هي ما تطبع وجهات نظرها نحو اليمن. فهناك مخاوف فعلية من الديموغرافية لدى بعض الدول، حيث تشكل مركز الثقل المؤثر داخل شبه الجزيرة العربية، وهناك هواجس من الجغرافية وأطماع حقيقية عند بعضها الآخر ولها ما يفسرها، بحيث تمتلك البلد العديد من المفاتيح الجيوسياسية والمحاور التي لا غنى عنها لأي قوة تسعى لمد نفوذها في مناطق وبلدان مختلفة. وبذلك تكون المخاوف والأطماع معا هي من تقف خلف سياسات هذه القوى تجاه اليمن. يعود تاريخ سد مارب العظيم إلى بدايات الألفية الأولى من قبل الميلاد من عهد السبائيين، ويقع في محافظة مارب شرق صنعاء، وهو من أقدم السدود في العالم، وكان يدعى قديما بسد عريم. وعنوان موقع بلقيس تعرف على تاريخ سد مارب العظيم منذ التأسيس وحتى الفيضان 2020. يفيد الموقع أن معجزة السد هو أنه بني من حجارة اقتطعت من صخور الجبال الصلبة ونحتت بدقة غاية في الإدهاش، كما أن تشكيلها الهندسي مثير للغاية والغرابة معا، فقد وضعت فوق بعضها البعض واستخدم الجبس لربط الحجارة المنحوتة، كما تم استخدام قضبان اسطوانية من النحاس والرصاص يبلغ طول الواحدة منها 16 مترا وقطرها حوالي 4 سنتيمترات، وتوضع في ثقوب الحجارة فتصبح كالمسمار ليتم دمجها بصخرة مطابقة لها، وذلك ليتمكن من الثبات أمام خطر الزلزال والسيول العنيفة. وقد قام المهندسون القدامى بمعاينة طبيعة الأرض قبل إنشاء السد، ثم بنوا عليها المخطط الهندسي الذي هو عبارة عن حائط حجري ضخم أقيم في مربط الدم عند مخرج السيل من الوادي، وبني على زاوية منفرجة ممتدا من الجنوب إلى الشمال مسافة 650 مترا، وله فتحات وأبواب تفتح وتغلق حسب الحاجة لمرور الماء منها، المسائل المتصلة بها لإرواء الحقول والبساتين والمزارع. هناك اختلاف بين الباحثين حول مرحلة بناء سد مارب العظيم، فقد مر بعدة أطوار وأبحاث أثرية حديثة قام بها المعهد الألماني للأثار تشير إلى أن نظما زراعية قرب مارب تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، أغلقت أقدم مكتبة في مودية، وذلك بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية وارتفعت الأسعار، وفقا لعدن الغد الذي يعنون أقدم مكتبة في مودية أبين تغلق أبوابها. قال كاتب التقرير أن الإغلاق جاء بسبب توجه المواطنين لتأمين الاحتياجات والضرورية لأسرهم، ولذلك أحجموا عن شراء الصحف والكتب والمجلات التي لم يستطيعوا تأمين ثمنها. يضيف منصور العلهي مكتبة الداحمة تعد أول وأقدم مكتبة افتتحت في قلب مدينة مودية، تأسست في 5 نوفمبر 1984 لتستمر، واحتوت على أنواع الكتب العلمية والثقافية والأدبية والقصص، إضافة إلى توفير الصحف اليومية والمجلات الثقافية والفنية. أضاف حاول مؤسسها الاستمرار لكي لا ينطفئ النور الثقافي الوحيد، ولتبقى المكتبة قبلة للقراء والكتاب والمثقفين، لكنه لم يستطع الاستمرار. أغلقها إلا أنه لا يزال يحلم باليوم الذي يعيد فيه افتتاح المكتبة بعد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية وتتوقف الحرب وتعود البلد إلى سابق عهدها مزدهرة. لا سيادة بلا مواطنة حقيقية، تحت هذا العنوان كتبت سوسن جميل حسن مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة: مفهوم السيادة مرتبط بنشوء الدول وتطورها، وهو يحمل معاني عديدة تنضوي تحته، أهمها الكرامة والحرية واستقلال الإرادة. وإذا كانت كلمة السيادة تعني لغوياً
السلطة والهيمنة والغلبة والسيطرة وحرية التصرف إلى ما هنالك من مزايا، فإنها أيضا تعني الرفعة والمجد، وهي في المفهوم الشعبي والمتداول بشكل كبير تدل على التمييز في الشيء. فكثيرا ما نسمع بسيد النبل أو سيد الكرم أو سيد الشجاعة وسيد الحكمة وغيرها، ما يعني أنها أمر قيمي. ولكن السيادة بوصفها مفهوما قانونيا على صلة وثيقة بمفهوم الدولة، وهي إذ تلامس مشاعر العامة لدى أي شعب ينضوي تحت سيادة دولة ما، فإنها تدغدغ الكرامة خصوصا تجاه الغير. جميل أن يكون للدولة سيادة تمنح مواطنيها الشعور بالأمان والاعتزاز، لكن من المؤسف أن يكون الحكام العرب فشلوا في الحفاظ على هذا المفهوم وقيمته في وجدان شعوبهم. فقدت غالبية الشعوب العربية ثقتها بسياسيها وحكامها إلى الدرجة التي صار استدعاء الأجنبي أمرا مقبولا معها، بل مطلبا عند شرائح واسعة من هذه الشعوب، وهذا ليس في الجزء الأعم منه سوى نتيجة سياسات الحكام والأنظمة الداخلية والخارجية. فعندما تفتقد الدولة القرارات السليمة التي تصب في مصلحة الشعب، وعندما تمارس القمع وتشجع الفساد وتفقر الناس ولا توفر لهم فرص العمل والعيش، وعندما يتراجع اقتصادها وترزح تحت الديون، وتبقى آليات الحكم والإرادة كما هي قائمة على المحاصصة أو على الافتراق بين القيادة والشعب وعدم إشراكه الفعلي في اتخاذ القرارات، وعندما تكون الأجهزة الأمنية المسيطرة ويكون الحكم شمولياً يقمع الفردية، وتفتقد سياسات الدولة المصداقية والشفافية خصوصاً في الأزمات، بل تعمد الحكومة إلى إخفاء المعلومات عن الشعب وتتركه فريسة للتضليل أو الجهل، وهذا كله وأسباب كثيرة يمكن إضافتها سوف يؤدي إلى الاستنجاد بالغريب. آلاف المهاجرين الأفارقة عالقون في اليمن ويتعرضون لمخاطر عديدة، وإلى جانب تعرضهم للعنف والاستغلال والابتزاز من قبل المهربين، تزيد أزمة كورونا من معاناتهم لدرجة أن كثيرين منهم يريدون العودة إلى بلدانهم. يعنون موقع الدي دبليو الألماني: إلى جانب التعذيب والاستغلال، كورونا يعمق معاناة المهاجرين في اليمن. في اليوم الأول قدموا لي الطعام ثم لا شيء بعد ذلك، كانوا يضربونني بالكابل حتى أرسلت عائلتي 900 دولار فتركوني في حال سبيلي. هكذا يقول سامي، وهو واحد من آلاف الشباب الذين غادروا بلادهم في القرن الأفريقي على أمل الوصول إلى السعودية، لكنه لا يزال عالقا في اليمن مع آلاف المهاجرين الآخرين. ورغم الصراع والأزمة الإنسانية في اليمن، لا يزال المهاجرون يتخذونه طريق عبور للوصول إلى دول الخليج، ففي العام الماضي وصل إليه أكثر من 138 ألف مهاجر قادمين من دول شرق أفريقيا على متن قوارب، وهذا العدد يتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط في نفس الفترة. يقول سامي: عندما وصلنا إلى اليمن أخذنا أحد المهربين إلى مكان مهجور وبدأ يضربنا. ارتعبت عندما رأيت كيف كان يهدد الناس بالأسلحة ويضربونهم، كنت أرجو ألا أعاني مثلهم. تعرض سامي للتعذيب على أيدي المهربين حتى دفعت عائلته فدية الإفراج عنه. بعد ذلك قضى شهرا ليصل إلى مدينة عدن متسولا لدى المطاعم للحصول على الطعام والماء، وحتى يتمكن من إيجاد طريقة للعودة إلى بلده. يقول أنه سيغسل السيارات أو يقوم بأي عمل يجده. فيروس كورونا ألقى بظله على كل نواحي الحياة ومنها الجانب الاقتصادي، ولهذا بدأت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر دراسة فكرة فرض رسوم اشتراك على المستخدمين، حيث قال نيت سيغال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية إن هذه الدراسة ما زالت في مرحلتها الأولى، مضيفا أنه من المهم فعلا لضمان استدامة نشاطنا إيجاد مصادر إيرادات غير الإعلانات.
نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سيغال القول: لا نشعر بوجود أي قيود عندما نفكر في فرصة فرض رسوم اشتراك، ولا أريدكم أن تفكروا كذلك أيضا. أضاف: مع وجود جمهور كبير وفي ظل ظروف خلت فيها مدرجات الاستادات من الجماهير، حيث يجب إعادة النظر في مواجهة لوحات الإعلانات والنظم السابقة، ونحن في قلب المحادثات مع ملاك المحتوى على تويتر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من محتواهم. تفتيت العربي بين المؤامرة والميدان، تحت هذا العنوان كتب مهنا الحبيل مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: هناك تطورات مستمرة في مدارات الأحداث اليوم تعصف بالوطن العربي ما بعد اندلاع الثورة المضادة وحربها الشرسة التي استثمرت أخطاء الربيع العربي في كوارث ومشاريع تفتيت سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن أو العراق أو لبنان، هذا في مستوى الاشتباك الميداني المسلح والأمني العنيف. ثم أضف: مصر وتونس وحتى السعودية لأسباب مهمة سنستعرضها، وربما دولا أخرى ستتأثر كأحجار رقعة الشطرنج. وعلى الرغم من أن بعض التحليلات المتشائمة أو المتفائلة رسمت تصورا يستشرف الواقع الذي ستؤول له هذه الدول، إلا أن عجلة الأحداث تسقطها أو تتجاوزها، وبالتالي لم يثبت على الواقع وجود حل سياسي نسبي، ولو كان ظالما يوقف آلة الحرب في سوريا مع بقاء الأسد في مقابل بعض ضمانات للسلام الأهلي وتأمين اللاجئين ومشاركة رمزية ضعيفة للمعارضة. ولا يعتبر هذا الملف مركزيا في مفاوضات أنقرة وموسكو فضلا عن موقف طهران. في المشهد اليمني فإن اتفاق أبو ظبي والرياض على وقف الحرب تطور في سيناريوهاته ووصل إلى مرحلة نقل الشرعية إلى شخصية أخرى أو توقيع الرئيس عبد الرب منصور هادي اتفاقية جديدة بعد أن وقع اتفاقا يضمن سيادة أبو ظبي من خلال المجلس الانتقالي في الجنوب، وبرغبة سعودية لكون الرياض اليوم حريصة على أن تحتوي هزيمتها العسكرية بإطار سياسي يضمن وقف إطلاق النار مع الحوثيين ثم يترك الشمال إلى مصيره. فوقف الحرب هنا سيكون على جسد هش قابل لانفجارات متشظية. تعود الصورة إلى صيف عام 2014، رجلان يقفان مبتسمين على ظهر سفينة شحن عادية الشكل في مرفأ بيروت، وتظهر خلفهم أكياس بيضاء اللون وهي مكدسة في قلب السفينة. كانت هذه الأكياس تحوي 3000 طن تقريبا من مادة نترات الأمونيوم عالية الكثافة، يعنون موقع شبكة البي بي سي: انفجار بيروت، السفينة التي جلبت الجحيم لبيروت. يقول الموقع: كانت السفينة واسمها روسوس قد أبحرت من ميناء باطومي في جورجيا في أواخر أيلول سبتمبر من عام 2013، وكانت وجهتها على ما يبدو ميناء فيرا في موزمبيق. كانت السفينة روسوس التي دخلت الخدمة عام 1986 قد تقدم بها العمر، ففي رحلات قامت بها في البحر المتوسط في وقت سابق من عام 2013 فشلت في فحوص قام بها مفتشون في ميناء إشبيليا الإسباني، واكتشفوا 14 مخالفة منها أسطح متآكلة وإجراءات ضعيفة للحماية من الحرائق. كان رجل الأعمال الروسي المقيم في قبرص إيغور غريشوشكين قد اشترى سفينة روسوس وهي أول نشاط له في مجال النقل البحري. أمضت السفينة 4 أسابيع في أثينا بينما كان مالكها الروسي يحاول جمع الأموال اللازمة لدفع أجور مرورها في قناة السويس. وهذا هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى قيامها بالرحلة المشؤومة إلى بيروت. وقال بروكوشيف للبي بي سي إن سبب توجهه إلى بيروت كان من أجل تحميل المزيد من البضائع، وهي كانت عبارة عن معدات ثقيلة لبناء الطرق. وعندما وضعت هذه المعدات في عنابر السفينة بدأت بالانحناء. ولكن قبل أن تتمكن سفينة روسوس من مغادرة بيروت تدخلت السلطات اللبنانية لوجود مشاكل فنية فيها. تم الحجز على السفينة في 4 شباط فبراير 2014 لعدم دفعها فواتير تبلغ 100,000 دولار. حاول القبطان الاستعانة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجاء الرد من القنصلية. قالوا لي: ما الذي تريد من بوتين أن يفعل؟ أتريده أن يرسل قوات خاصة لإطلاق سراحك بالقوة؟
اختلقت امرأتان سوريتان من مدينة حلب شمالي البلاد حادثة اختطافهما. أما السبب فيقول موقع عربي 21 الحصول على فدية من زوجيهما بمبلغ 75 مليون ليرة سورية، نحو 150 ألف دولار، بالتعاون مع شابين شركا في تدبير الحيلة. وزارة الداخلية النظام السوري قالت ادعى ذو المرأتين وطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات بخطفهما من قبل مجهولين وطلب فدية قدرها 75 مليون ليرة سورية. ذكرت الوزارة أنه من خلال المتابعة والبحث الجدي تمكن قسم شرطة الشهباء في حلب من الوصول إلى المذكورتين، وتبين أنهما مستأجرتان شقة سكنية في حي الميدان لوجود خلاف عائلي. أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على الشابين واعترفا بالتخطيط مع المرأتين لتأليف قصة الخطف واتصالهما مع زوج إحداهما وإيهامه بأنهما الخاطفان. صحيفة واشنطن بوست نشرت صورا تنوعت بين تلك الداعية للأمل وأخرى تحكي عن أحداث مخيفة وقعت وبقيت أثارها لتدل عليها. نتابع. ما يقوله الكتاب بمئات الكلمات يختصره فنانو الكاريكاتير في رسوماتهم التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة، مجموعة من هذه الرسوم المنشورة في المواقع والصحف. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. في أمان الله.